احنا شعارنا في جامعة فيصل ان احنا ممكن نكون رياديين في طريقة إدارة الكراسي، ممكن احنا نشوف بعد جديد ممكن تدار من خلالها الكراسي العلمية، ينتج عنها تعظيم الفائدة للكرسي وايضا تعظيم الفائدة المستفادة من قبل الداعم. تبني الكرسي لمحور الأمن الغذائي كمحور أساسي للكرسي او كمحور عام او كبرنامج عمل أعطى الكرسي أهمية خاصة داخل الجامعة وأعطى له أهمية خاصة لنا كباحثين. بعتقد أن أهمية البحوث العلمية على الإبل بشكل خاص هي مسؤوليتنا كباحثين عرب لخصوصية الإبل وتواجدها في البيئة بتاعتنا واهتمامنا بيها كأحد الموروث الثقافي والحضاري الخاص بالمملكة العربية السعودية وبالمنطقة العربية. لما تكون صديق من أصدقاء الكرسي تحتاج منك نشاط علمي يتجسد في نشر فصل في كتاب، نشر بحث علمي، ايضا نتوقع منك نشاط ريادي انه يكون مثلا براءة اختراع، منتج قابل للتسجيل، بروتوتايب، وايضا نتوقع منك نشاط اجتماعي تخدم من خلاله المجتمع، سواء كان مقالة صحفية، برنامج تأهيلي. في شراكات من قطاعات كثيرة سواء القطاع الخاص او القطاع الحكومي او بعض دول الخليج شاركت معنا في هذا البرنامج، كان عدد المتقدمين للبرنامج كبير جدا. الكرسي الان خرج منها مخرجات معينه سواء علميه اجتماعيه رياديه، الان عندنا قطاعات ثانيه بالاضافه الى عمليه البحث العلمي اللي هي المظله الاساسيه للكرسي، عندنا قطاعات اخرى موازيه في الجامعه. ما فيش استمراريه من غير انتاج لسلالات جديده او انتاجيه مستمره من الابل. المشكله اللي احنا تناولناها هي مشكله بتهدد الانتاجيه، وبالتالي هتهدد القطاع الإنتاجي وتهدد القطاع الرياضي. فأنا عندي سلالة ممتازة ومنتجة، ولكن أنا مش قادر أن أنا نميها، مش قادر أخد منها خلفات جديدة نتيجة هذه المشكلة اللي احنا تناولناها اللي هي مشكلة التهاب الرحم تحديدا يعني. وبالتالي كان لازم نضع حلول لهذه المشكلة، نعرف إيه المشاكل اللي موجودة في البيئة السعودية أو في البيئة بتاعتنا البيئة العربية، نقدر نحط الاستراتيجيك بلان أو خطة إزاي أن احنا خطة استراتيجية للتخلص من هذه المسببات من خلال لقاحات معينة، من خلال برامج وقائية معينة، علشان نحافظ على إنتاجية الإبل سواء في القطاع الإنتاجي قطاع اللحوم وقطاع الألبان أو في القطاع الرياضي.